كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الأمور؟ ماي سابرة. ليش؟ يعني مش حلو نختبر بالشارع، مش نحقق حلمنا ندرس في المدرسة، وقعوا خرجون احنا طوبرنا بالشارع من يوم الأحد، يعني مش سابر. أنت وين ساكن؟ هنا ساكن بالأشبط. الأشبط الآن هنا هذا المكان، هل هو يعني المكان آمن ولا لا؟ ليش مش آمن؟ يعني بشارع ما نسمعش الأسد دهن يتكلمين، متورات، صوت باصات. كم نبعد على الجبهة عن المواقع العسكرية؟ بعيد عن احنا. كم البعد؟ حددي لي مثلا تقريبا. يعني مش بعيد مرة. أيوة. نحن هنا عقب قولة القصر، قولة القصر تحت. يعني مسافة دقيقتين وانت في قولة القصر. إذا كان الله بعلم. كيف حالك؟ الحمد لله. انت تمام؟ صف كم؟ خامس. صف خامس. ايش تدرس هذه الايام؟ نختبر بس ما نسمعش الاساتذه ما يشرحوا لنا، ما يقراوا لنا، ما نسمعش اصلا سيارات هنا، سارحات راجعات ما نسكش نسمعها الاستاذه، بعض احنا يعني نغلط بالكتابه. لما يدرسكم داخل الفصول ولا بال هنا الشارع؟ يعني الان تكملين ممكن تجلسي نمتحن بعض الحين روحنا. وانت فين ساكن؟ انا عند جامعة الخير. ها؟ جامعة الخير. يعني بخط التماس، بعمق الخط التماس. تخرجي من هناك لهنا؟ ايوه. كيف الامور القنص والضرب وهذا بالاماكن هذه؟ مش يعني مش تمام. ايش تتمني؟ اتمنى انهم يدوا لنا مبنى، يعني نستقر بدراستنا، ما نشيش نخرج نكون كساح كساح. عندك رسالة توجهي لأي جهة؟ ايش تشتي من الجهات يفعلوا لكم؟ نشتي دولنا مدارس، يعني ندرس به، نكمل باقي سنتنا، ونطلع للصف سادس. شكرا جزيلا. كيف حالك؟ ايش اسمك؟ ريتاج. ها؟ ريتاج. ريتاج؟ يا ريتاج اين تدرسي؟ مدارس صلاح الدين. ها؟ صلاح الدين. صلاح الدين، والآن وين تتلقي العملية التعليمية الدروسية الحصص؟ في الفصل. معكم فصل ولا؟ كان احنا معنا فصل، احنا انتقلنا للشارع. ايوه، اذا انتم الان موجودين فين؟ الشارع. وكيف الدراسه في الشارع؟ مش مليح. ليش؟ ايش الناحيه اللي مش مليح؟ كنا احنا نشتي ندرس في المدرسه، ما نشتيش ندرس في الشارع. يعني في خراجونا الحين نشتي نرجع فصولنا. كذا. الان مثلا بالفترة هذه وانتم تدرسوا ما مرش موتور بينكم ولا اين السيارة الان فين تكون؟ هنا في الشارع الثاني. الشارع. تسمعي لما يجزع الموتورات ولا تسمعي الحصة الحصة؟ لا. تسمعي يعني صوت الموتور. شكرا جزيلا. كيف حالك؟ خير. بخيرة؟ أنت صف كم؟ خامس. صف خامس. إيش تدرس دريان؟ نختبر وبعض الأحيان نختبر ونروح. يعني تختبر وتروح؟ أوه. مع أبو شحاق اسمه دي؟ أوه. والدراسة فين؟ بالشارع. بالشارع. ما في شيء الآن فصول ولا في؟ لا. ليش؟ لأنهم العساكر خرجوا لحسبي الله ونعم الوكيل. كان الله بعونه.
كيف حالك؟ الحمد لله. صف كم؟ ثاني. صف ثاني. كم لك تدرسي هنا في الشارع؟ كم لكم؟ أيام ولا يوم؟ يعني ما انتش داري؟ وانت داري؟ وانت؟ أيوه؟ اسمع أنا لا لأني أنا أنا غبت يوم بس. أنت غبت يوم؟ تدرسوا يعني تسمعي الأستاذ لما تشرح لكم ولا توصي بالشارع؟ تسمعيها؟ تمام رهيب. التوفيق. كيف حالك؟ الحمد لله. صف كم؟ ثاني. ثاني، كيف الدراسة؟ حلوة. بالشارع؟ الشارع خيبة. ها؟ خيبة. ليش خيبة؟ مش مدرسة ولا ندرس ولا حاجة. ولا معنا حاجة، ما ندرس ولا حاجة. قاسي الشارع. ايش تتمني؟ شنو ندرسها بس؟ ما أتمني حاجة. زين شكرا. فتحي يا سنة يا سنة خليهن وحدة تجي من هنا أو تجي من هنا I'm
أنا يا أخ خلاص الوطني الان خلاص يلا ارجع الطابور يا بابا يلا خليل النشيد معها فوق هذا والله يا نشيد يا
الآن كما تشاهدون في الصورة ينتقل الطلبة من الطابور الصباحي باتجاه الفصول التي في الشارع التي بلا جدران بلا أي عناصر تنتمي إلى الفصول. هناك انتقل مجموعة من الطلبة باتجاه في ركن الشارع أمام مجموعة من المحلات التجارية المغلقة ليتلقون الحصة التعليمية من الأستاذ في الشارع. هنا ينتقل الطلبة إلى الأماكن المخصصة لهم، لا شيء يدلهم إلى المكان غير الأستاذ الذي أينما ذهب يذهبون بعده. هنا إحدى الأستاذات تحدد للطلبة أين المكان المخصص لكي يتلقوا حصتهم الدراسية. انظروا معي إلى الأستاذة كيف تعمل على ترتيب الطلاب، على تجميع الطلاب في الشارع الرئيسي. بعض الطلبة تائهين لا يعرفون أين المكان، أين الفصل، أين فصلهم، أين فصلك، أين فصلك الآن، أين حددوا المكان؟ ما حددوش يعني بالشارع ولا ندري. عاد إحنا تائهين ولا درينا أين يا أستاذ اللي بنروح، إنه هنا ولا هنا، نحن دارين لحد الآن. إذن تعرفون الأستاذ الذي سيدر اليوم؟ أيوة. إذن حيث يقيم الأستاذ أو يصل الأستاذ إلى المكان المخصص سيذهب هؤلاء الطلاب إليه. هنا ربما تجمع الطلاب. هنا الصف الكم؟ هنا الصف الأول الرابع. هنا الصف الرابع. انظروا إلى الصورة. هؤلاء الآن أنا أتحرك، تعثرت قدمي بأحد الطلاب كون الطلبة يتواجدون في الخط يتوزعون، لا نعرف متى يجلس الطالب أمامك أو خلفك أو في أي مكان، فمن الممكن أن تجد. هنا الصورة الآن ربما تشير إلى امتحان أو اختبار لأحد الفصول. البعض ينظر أننا نقف في الشارع لكننا نقف على أطلال مدرسة، طلاب بلا مبنى تم إخراجهم من مبنى بديل. أما مدرستهم الرئيسية صلاح الدين مدمرة واقعة في خط التماس في مدينة شرق مدينة تعز اليمنية. هنا كما تلاحظون الأستاذ يعمل على توزيع أوراق الامتحان أو الاختبار للطلبة في شارع الحوض.